هو الصين بدأت قبولها، روسيا بدأت قبولها، جنوب إفريقيا نفس الشيء، البرازيل مع لولا دا سيلفا ما في حتى مشكل، ربما مع اللي كان سابقه كانت تكون فيه مشاكل، مع جنوب إفريقيا ما في حتى مشكل، إذن الباب مفتوح على مصر. متى سيتقرر الأمر؟ أعتقد الاجتماع المقبل في الصيف المقبل إن شاء الله. طيب. مازال عمل أخو نقوم به هذه السنة هذه باش نرفع الدخل القومي تاعنا، باش نرفع نسبة الصناعة في الدخل القومي إلى آخره، فيه مؤشرات اقتصادية لازم نصلحها أكثر حتى ندخل البريكس رأسنا مرفوعة.